النجمة رزان مغربي، ازيك عاملة ايه؟ اهلا بالراعي الرسمي اون تي في. على طريقة برنامج اغلب السقة، رزان مغربي هتقدم مهرجان الجونة. انت بالطريقة دي هتخليهم يطلبوني بكل مهرجانات العالم. Cause we need to put the adrenaline in any event، صح؟ مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بالدورة الرابعة من جي اف اف 2020، واكيد المرة دي ما فيني اقول غير اغلب الجونة. اللي بياخد اللقطه على الريد كاربت، الاجرأ ولا الابسط؟ اللي سايبها على ربنا. الابسط اكيد. You should always be effortless. It's هي مرحله تقابل الصحفيين اصحابك وزملائك، هو امتحان maybe بينك وبين الجمهور، بس take it easy and have fun. It's fun. يعني كل شيء لو بتعمله بفن بتعمله حلو. بدك تكلكع نفسك وتكلكع على التانيين حتبان متكلكع. effortless، مجهود قليل. مين اللي بيوصل اكتر، المحظوظ ولا الموهوب؟ الموهوم دلوقتي، الموهوم هو اللي بيوصل اكثر، لانه بيكون هو موهوم انه انا يعني قصه كبيره. انا بحس الواحد لازم يجتهد ويسيبها على ربنا. كلنا وكل امهاتنا بيقولوا سيبوها، ذاكروا وسيبوها على ربنا، امتحنوا وسيبوها على ربنا، اجتهدوا وسيبوها على ربنا، واللي كاتب لك ايه بده يصير. رزان مغربي لو هتغني اغنيه قديمه دلوقتي لحد بتحبيه جدا هتكون مين؟ في يوم وليله، يوم وليله دقنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. اليوم والليلة هو أنا اللي قضيتهم بالجونة من امبارح لليوم. Thank you on TV, we love you.